علشان يطلع وليكن تمام، علشان يطلع دلوقتي مثلا مهندس، ايه اللي هيحصل؟ قال له انت، هو انت مش خايف ان حد مثلا يأذيك او يعطلك او مثلا يعمل لك اي حاجه مش كويسه عشان ما تبقاش مهندس؟ قال له ايه تفتكروا؟ قال له ايه؟ اي حد دلوقتي عاوز يعمل مشروع، ففي حد قال له يا عم انت مش خايف لحد يأذيك او يقفل لك المشروع بتاعك ده؟ تفتكروا الاجابه هتبقى ايه؟ معاكم دقيقه تفكروا عشان اسال كل واحد فيكم. يامن، يامن سامعني؟ مش سامعني؟ عارف مش عارف. طيب يامن اسمعني يا يامن، دلوقتي لما اقول لك يا يامن دلوقتي انت عايز تعمل مشروع، انت يامن مش خايف ان حد يبوظ لك المشروع بتاعك ده مثلا من الاعداء او حد مش كويس؟ مش انت خايف حد يبوظ لك المشروع ده؟ طيب يعني ليه بقى يخلي ليه مثلا اي تخلي حاجه تخلي اي حد ما يمشيش خطوه؟ يعني دلوقتي لو في ناس عايزين مثلا عايزين يؤذوك وعايزين يوقفوا المشروع بتاعك، ده سبب يخليك ما تعملش المشروع ده؟ لا شوف يعني ليه بقى؟ علشان كده كده اي حد ناجح هيبقى له اعداء. يعني دلوقتي معاذ عاوز مثلا يفتح سوبر ماركت، بس معاذ عنده ناس في المنطقة بتاعته ناس مش كويسين، ممكن مثلا يكسروا الإزاز بتاع السوبر ماركت، ممكن يعملوا حاجة مش كويسة، فما اعرفش، فهو يقعد يفكر يفكر ويقول ايه، لا خلاص انا مش هعمل حاجة، ده في ناس ممكن تأذيني. غلط، انت كده مش هتعمل حاجة في حياتك كلها اصلا. كده كده في اعداء، وكده كده مهما تعمل في ناس هيفضلوا مثلا عايزين يأذوك او عايزين يأخروك ورا، انت المفروض تكون مصمم على نجاحك. ودي كانت إجابة الدكتور مجدي يعقوب، قال إيه؟ سنجد في كل مكان بالعالم صعوبات كثيرة في العمل يواجهها كل البشر، يعني في أي مكان في الدنيا في ناس رمة من الآخر، في ناس مش كويسة، في ناس هتحاول تأذيك، تمام؟ لكنني تمام. شعرت أنه من حقي، من حق وطني علي وواجبي أن أعود لأفيد أهل مصر، تمام؟ يعني دلوقتي أنا دلوقتي شايف إن من حق وطني عليا لازم أعود وأرجع له. يعني أنا دلوقتي مثلا عايزة أفتح مركز لجراحات القلب، تمام؟ سامعيني كويس؟ تمام. المركز بتاع جراحات القلب ده أنا دلوقتي عايزة أعمله، مش هخاف أعمله في مصر اللي يكون عندي أعداء؟ طيب أنا رحت عملته في الكويت هيبقى عندي أعداء، لو رحت عملته في إنجلترا هيبقى عندي أعداء برضه. الناس الوحشة في كل مكان، وكذلك الناس الكويسة برضه في كل مكان، فده مش سبب، ده مش حاجة تخليك ترجع ورا إن أنت عايز تاخد قرار معين، لا أنت عايز تعمل مشروع، خش كده بقلب جامد واعمل المشروع وربنا هيعينك. هتقابل ناس مش كويسة؟ أه هتقابل، اتعامل بقى، يعني ده كده كده أي مكان في ناس مش كويسة، بس هو خد إن هو يجي. نعم في حد بين ده؟ قالك بعمل ايه؟ تعمل ايه؟ بسيبه يرخم 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 لحد يتعصب وانا مش هرد عليه. شاطر شاطر، برافو عليك، دي طريقة كويسة، اللي هو البرود، سيبه هو بقى اس يشوف، ده حاجة اقول لك كويسة. حاجه، اقول له ايه؟ مش هقول له حاجه. هي هي اقول لك هيعمل ايه كده. هي كده يبقى اسمه ايه؟ ايه كده اسمه كلب عشان الكلب بيهوهو. يا ساتر يا رب، خلاص يا حبيبي، خلاص ماشي، يعني خلاص يعني ما نشتمش حد، يعني خلاص ما انا ماشي مش كده، تمشي حد حد. هو واحد مش ميس كويس كده، مش كويس. ماشي طيب، عايز تقول ميس حاجة؟ عايز تقول حاجة يا من؟ قول يا حبيبي. انا كنت قبل كده لما انا كنت في اول، انا كنت اسرع واحد في المدرسة. ايه واحد واحد كل يوم يرخم عليا، او في ولما وساعات هو يروح عاوز يضربني علشان ولا حاجة عملتها. ايه انت عارف، كله عارف ان انا هقوله. جريت لحد لما تعب وطلعت لسانه عليا، جريت تاني لحد لما وقع الارض. شاطر يا يعني. والله انت عسل، شاطر، اي حاجه تحصل معاك يجري، انا جري بس صح. انا ما شاء الله، ما فيش حد عندي في المدرسة حد بيرخمني، لا ما شاء الله كلهم صحابي. يا لهوي، شطار شطار، يلا نكمل بقى. ده انا سأل ايه؟ كنت معاك صحابين لما سنجد انا في كنت كل اول، ده مكان، مستحيل. ايه
اسمعوني كده، سنجد في كل مكان صعوبات كثيرة. يعني أنا عملت المشروع ده هنا، في حتة تانية هلاقي أكيد صعوبات كتير، بس أنا عايزه يكون في بلدي. على الأقل لما يبقى يكون في ضرر أو حاجة هبقى في وسط بلدي، في وسط ناسي وأهلي، هيبقى عادي. لكنني شعرت بأنه من حق وطني علي، وواجب أن أعود لأفيد أهل مصر بما تعلمته ومارسته بالخارج. ومنذ عودتي مد الجميع لي يد العون لنجاح المشروع. الدولة كلها وقفت بجانبي ودعمتني ووثقت بما جئت من أجله. يعني اللي الدكتور مجدي يعقوب توقعه حصل، ان هو مثلا يلاقي الناس مش كويسه وبتاع، ده حصل؟ لا، ما حصلش. الناس كلها وقفت جنبه، الناس كلها دعمته، الناس كلها يعني حاولت تمد يد العون له عشان تساعده، عشان هو الراجل جاي يفيدنا، هنقف في وشه؟ لا، ده كتر خيره، هنقف ونساعده. تمام؟ تمام، دي حاجة برضو عايزة كويسة. نقرأ. هنقرأ دلوقتي. جويرية، اسمع يا جويرية، ماما مس يلا حبيبتي اقرأي. مس يا يا تقرأ يمي يميز الهدوء الشديد حديثك وسلوكيتك، فهل يعود السبب في ذلك لطبيعتك الخاصة أم الطبيعة مهنتك كالجراحة أم مدى كجراحي. طيب نسأل، نفسر دي، سوري نفسر دي. هو واحد المذيع قال أهس له نعم. تري؟ دلوقتي هنفسر السؤال ده. استني يا جواري، هسيبك تكملي. استني، السطرين اللي قالتهم جواري دول معناهم ايه؟ جه المذيع وقال له حاجة، قال له يميز الهدوء الشديد حديثك وسلوكياتك، فهل يعود سبب في ذلك لطبيعتك الخاصة أم لطبيعة مهنتك كجراح؟ قال له بقى إيه؟ أنت حاسس إن أنت هادي كده وعندك ثبات انفعالي والدنيا معاك كويسة، ده أنت كده ولا هو شغلك اللي خلاك عامل كده يعني؟ نشوف بقى رد كان إيه؟ اقرأي يا جويرية كملي. جوجو كملي حبيبتي. نعم يا مس، كملي حبيبتي من أول. أنا هادئ. أنا هادي بطبيعتي منذ طفولتي، كما فرضت على مهنتي الصمت، بل حببت إلى نفسي. ففي عالم الطب وبالخاصة الجراحة يكون الجراحة الهادي القدرة على تحقيق النجاح في العمليات التي جربتها. تمام، ده معناه ايه بقى؟ بيقول لك يا الكلام، الرد بتاعه كان ايه؟ قال له انا هادئ بطبعي. يعني انت بتقول لي ده طبيعتك ولا طبيعه شغلك؟ قال له لا، انا هادئ بطبعي، انا طبعي اصلا هادئ من وانا صغير، كان فرض علي. كما فرض علي صبي قطع، طب صبي قطع، ايه؟ صبي قطع. مفيش داتا، معلش. طيب سامعيني كويس كده؟ اه تمام. يقولي انا هادئ بطبعي، انا من طبعي كده وانا صغير وانا هادئ، بس كمان الشغل بتاعي فرض عليا ان اكون دايما صامت كده ساكت. ليه بقى؟ عشان انا حبيت الصمت، بل حببته الى نفسي. ففي عالم الطب وبخاصة الجراحة يكون الجراح الهادئ القدرة على تحقيق النجاح. يعني أي حد عمال يتكلم كتير وعمال يهري كده، بصراحة إيه، تلاقيه مش شاطر قوي، عشان الشاطر ما بيبينش، بقعد ساكت ويبان مثلا في شغله، يبان في العمليات اللي بيعملها، يبان مثلا إن هو ناجح في العمليات والناس الحمد لله ربنا بيقومها بالسلامة وبيخفوا. يعني دايما الجراح الشاطر أو الدكتور الشاطر ما بيتكلمش كتير، بيسيب شغله اللي يقول عنه. تمام؟ فده لو دكتور شاطر مش بكلامه، ومحدش بيجي يقول على نفسه انا وحش، محدش هيجي يقول على نفسه ان انا ايه؟ ده انا مش شاطر، لا، كله هيقول على نفسه انا شاطر. فمين اللي يحكم بقى؟ المرضى اللي عنده. لو ده المرضى اللي عنده الحمد لله عملياته نجحت، يبقى بأمر ربنا ثم ان الدكتور ده شاطر. طيب لو الدكتور ده مثلا عمال يتكلم كتير بقى، وانا وحاجات جميلة وبتاع، وهو ما بيعملش، والمرضى اللي عنده مثلا مش كويسين.
فهيبقى هو ده معناه ان هو دكتور ايه، مش هيبقى افضل حاجه. تمام. طيب انا عايزه معاذ يقرا الشابتر اللي تحت، الجزء اللي تحت. نصائح النجاح. ما أهم ما تنصح به الطبيب؟ أن يتعلم بطريقة مختلفة ولا يعتمد على الكتاب والمذكرات المختصرة فقط كي ينجح، وأن يتدرب ويسعى جاهدا بقدر ما يستطيع حتى يلم بكل جديد. فأهم شيء في العالم بوجه عام والطب بصفة خاصة هو الاعتماد على الذات في البحث العلمي والضمير الحي، لأن الطب مهنة تتعامل البتاع تتعامل مع آلام الناس وأوجاع. شاطر 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 شاطر، برافو عليك عسول يا معاذ، شاطر. ايه معنى الكلام اللي معاذ منا قرأه ده؟ بيقول ما اهم ما تنصح به الطبيب. انت كدكتور كبير وعلامه ودكتور جامد قوي وشطور، طيب ايه اللي تقدر تنصح بيه زمايلك الاطباء التانيين اللي مثلا اللي اصغر منك او قدك او اي حاجه، تنصح بيه الطبيب بايه؟ قال له اول حاجه ان يتعلم بطريقه مختلفه. يعني ايه؟ قريت الكتب بقى والحاجات التقليديه ده خلاص ادمت، لازم تبتكر حاجه جديده. طول ما انت ماشي في الصف، لا انما انت زيك زي اللي واقفين، لا اعمل حاجه مختلفه وتعلم بطريقه مختلفه، ولا يعتمد على الكتاب والمذكرات المختصره فقط. يعني الكتاب والمذكرات دي ما الناس كلها بتذاكر منه، ما الناس كلها بتقرا منه، يعني فين الجديد اللي انت اضفته؟ ما اضفتش حاجه. فقط لكي تنجح ما تعتمدش على دول، يعني كتاب ومذكرات وحاجات خفيفه، لا ده ما تعتمدش عليهم عشان تنجح. امال تعمل ايه؟ وان يتدرب ويسعى جاهدا بقدر ما يستطيع، يعني يتدرب كتير ودايما يحاول يسعى عشان يبقى كويس. طيب بقدر ما يستطيع حتى يلم بكل جديد. فاهم شيء في العلم بوجه عام والطب بصفة خاصة هو الاعتماد على الذات في البحث العلمي. يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني مش خلاص انا خلصت كلية الطب وعرفت القسم بتاعي افتح عيادة واشتغل فيه، لا ده بيفضلوا يتعلموا حاجات حتى بعد ما يبقى كبار جدا، حتى ما يبقى عنده 50 سنة يقدر يتعلموا حاجات جديدة ومختلفة، عشان كل يوم في الطب اصلا في حاجات جديدة، في تطورات جديدة، في امراض جديدة زي كورونا ده مثلا. ما احنا كنا من 3 سنين ما كانش في حاجة اسمها كورونا، طلعت حاجات جديدة. طيب مين بقى اللي يعني ربنا كرمهم وحاولوا يجيبوا أدوية وعرفوا مثلا يتأقلموا على المرض الجديد ده؟ الدكاترة الشطار اللي ما بيتعلموش بس من الكتب. في دكاترة ما عرفوش يعملوا حاجة، اه في كتير دكاترة ما عرفوش يعملوا حاجة عشان مش واخدين على كده، او مش متطورين، او مش بيتعلموا بطريقة مختلفة، معتمدين على الكتب وخلاص. لما الكتب ما فيهاش حاجة اسمها كورونا، ما فيش حاجه جواها حاجه زي دي، بس اللي فضل بقى يدور ويبحث وفدى عمره، ممكن يكون مات كمان بكورونا عشان يحاول يطلع يعني علاج للناس او كده. يعني ده حاجه كويسه، اللي يحاول يساعد الناس ويطلع لها علاج من مرض منتشر جدا وادى لهلاك ناس كتير جدا، ده طبعا دكتور كبير والحمد لله طلعوا لنا مصل واثنين وثلاثه. طبعا مين اللي طلعوا الحاجات دي؟ الدكاتره الكبار الشطار اللي حاولوا يسعوا جاهدين وتدربوا كتير جدا وتعلموا بطريقه مختلفه. حلوة يا ميس، عارفة يا ميس؟ نعم ما كان أنا كنت كان في دكتور شاطر كان بيفهم في كل حاجة، اه أنا كان مستشفى يعني، أنا كان من زمان أنا كنت كعبلت، وبعدين كان أقولك ده كان رجليا إيه؟ ايه رجليا فيه عظم كده صغير اتكسر. مر ابيض انت سلام. ده كان، لا انا كنت اقولك مش رجلي بس، كنت هخبط في وشي ودماغي. فما انا كنت معرفتش امشي، ها رحنا الدكتور، كان عرفت بقى امشي بالشبشب، يعني هو ايه توجع حبة صغيرة. راح بقى قال ايه، في كذا في كذا في كده بتاع الرجل، العظم ده اتلوح كده او اتكسر، وفي وخد الدواء ده عشان تريحك، والساعة كذا كذا. وكان بيحكي كان ايه، كان عملنا كل ده لقيت رجليها خفت على طول. وشين طب وكان الحمد لله. حاطين بقى الجبس. اه يبقى كده كانت مكسوره. ايوه طيب، ده اول حاجه، ده يعني المثال اللي زميلنا قاله ده اول حاجه، ان الحمد لله ربنا شفاه وعافاه. تمام، طبعا ربنا هو السبب في كل الشفاء او الحاجه الجميله دي. تاني حاجه برضو راح لدكتور كويس، دكتور فاهم ايه المشكله اللي عنده وحلها. انا اعرف حد تاني كان هو ماشي في الشارع رجله وقعت عليها طوبه،
قالوا له جبزها واعملها وبتاع، وهي ما كانتش تستاهل كل ده. وفي الاخر لحد الان قعد 5 سنين يعالج في رجله عشان طوبه، عشان الدكتور قال له اعمل حاجه المفروض الحاجه دي مش يعني مش ليها، فاهميني؟ فالدكاترة على قد ما هم في ناس شطار بيعرفوا يساعدوا الناس، على قد ما في ناس تانية ممكن تكون مش عارفة كتير في المجال بتاعها، فاهميني؟ نعم مس نعم نقفل الدرس ونفتحه تاني، ولا احنا عملنا كده؟ بتقولي مش سامعة بتقولي هنطلع نقفل عشان الدرس الزوم ما يقفلش علينا. ده هو كده كده هيقفل، ده احنا ما خدناش بالنا عشان نطلع بدري، ده هيقفل دلوقتي اصلا على 40 دقيقة. طب نخرج ونيجي تاني على طول. اه بس انت لما هتخرجوا هتعملوا ايه؟ تمام هتعملوا ايه؟ الحق بس اجيب اللي بتاع قبل ما هتعمله، كل ياخدوا صفحة ايس كريم بسرعة، كله بسرعة، اللي مش معاك الكتاب ياخدوا صفحة ايس كريم حالا. عملت اهو، عملت اقصى حاجه اللي عندي. لازم هيا بقى وين معايا سكرين بسرعة. ماشي دقيقه بس. مش واحنا كده خلصنا ولا لا هندخل تاني؟ خلاص نكمل تاني طبعا، محتمل ناخد درس كمان. كملوا ها، يامن لا بتاع خلاص. وجويريه ومعاذ، اخدتوا سكرين ولا لا؟ اه انا اخدت حمزة خد ومعاذ خامس. اخد سكرين. اه ماشي خامس. جويريه سكرين تمام، نعم يا مس. خدت سكرين جويريه. بس نعم يامن خد سكرين يا يامن، مس. انا اسمعي معايا واحدة، احدى خدوا سكرين للصفحة اللي قدامكم دي بسرعة. مس. انا معايا الكتاب، معاك الكتاب؟ حلو قوي. مين تاني مش معاك انا كتاب؟ معيش الكتب ده مس. طب يلا اللي مش معاك كتب ياخدوا الصفحة دي سكرين. بسرعة قبل ما يقفل الزوم قفل، وحلوها. الزوم قفل. انا بقول كده لا الزوم قفل. ما قفلش، ما قفلش، احنا لسه قاعدين، احنا سوا عشان لا هتحلوها والزوم مقفول. عد لحد لما 10 الزوم يكون يقفل، قفل. طب خدوا سكرين، لما الزوم يقفل هتحلوها، تمام؟ الصفحة دي هتحلوها والزوم مقفول، تمام؟ اوعى حد ينسى. ايه ده يعني؟ يعني استنى استنى يا جماعة. فاول حاجة، أول حاجة يعني احنا يعني انا هخرج وبعدين اذاكر بتاع ده واجي تاني. الو ألو يعني الميس، يعني الميس يعني